مش ازاي نستغل ده، ازاي نطبق ده. هي المشكله اما تيجي تطبق حاجه جديده لازم يبقى اولا في معارضين جدا للفكره، لانهم هيتعبوا اكتر علشان هيذاكروا اكتر. اصلا لما ادخل التابلت المدرسه واقول للمدرس تدرس عن طريق التابلت، واقول لولي الامر اتابع ابنك عن طريق التابلت، فانا ببقى مضطر ان انا برفع كفاءه المنظومه كلها. انت عملت كل المرتبط خلل في هو البني ادم بيخاف من اي حاجه جديده، بيحس انه مرتبك ان حاجه هيتعلمها جديد فبالنسبه له مشكله. طب انا دلوقتي متعود اخطط في الكتاب، اقول الحته دي وارجع اذاكرها تاني، كل شويه اقعد ابص في التابلت واعمل كده. احنا زمان طبعا كنا بنفرغ على ورق الزبده، معرفش انت ممكن ده ورق ابيض كده بيبقى فاضي. ورق الزبده ده انا بدخله الفرن. زمان بقى على ايام، لا مش الفرن، لا انا ورق الزبده مش اللي بتلف بيه الحواوشي، لا احنا بنقعد نذاكر بيه نذاكر فيه نفرغ ونشخبط كده. فهو التابلت تحدي كبير قدام الوزاره اولهم، وقدام الاسره، وقدام المدرسه، وقدام المدرس، وقدام الطالب. فعلشان نقدر نطبق ده هناخد كام سنه في المشاكل دي صدقوني. يمكن وزاره التربيه والتعليم طبقتها السنه، من السنه اللي فاتت بدات في الامتحانات وكده، بدات تشوف عيوب استخدام النظام الاول كانها سنه شبه تجريبيه. والناس تقول لك طب درجاتنا، انت عارفه احنا اهم حاجه عندنا السيرتيفيكيت، وابني طلع الاول احسن من ابن خالته. طب دلوقتي افرض قلت لك ما فيش امتحانات، انا اهم حاجه عندي المهاره يمتلكها الطالب، مش مهم عندي انه يعني انا بركز على المهاره مش بركز على الدرجه. هو طالما امتلك المهاره ممكن السؤال ما يقيس مهاره الطالب. بص يا جماعه بص باختصار، كل الناس لو اتكلمنا بوضوح كده كانت عندها مشاكل في التعليم. كل واحد يقول لك ايه انا خلاص امتحنت وذاكرت 100 100، اساله بعد الامتحان هو كان بيعمل ايه، يقول لك انا مش فاكر اي حاجه خالص. الموضوع اتنسى ليه؟ لان هو كان داخل ان هو عايز يجيب مجموع وخلاص، ايا كان بقى يعني التخصص كمان اللي هو حبه، علشان خاطر هو مستخسر المجموع بتاعه ان هو يعني يخش كليه اقل شويه في المجموع. طيب المرحله اللي جايه ان شاء الله كل واحد هيخش الحاجه اللي هو حاببها، هيخش الحاجه اللي معتمده على الفكر، انك تطبق الحاجه اللي فيها مهارات زي ما انت قلت يا عمرو ورحمه كمان، انك تساعد الطالب ان هو يخش الحاجه اللي ينجح فيها ويكبر فيها زي بعض الدول طبعا المتحضره في التعليم وكمان متقدمه جدا. هو ده اللي احنا عايزينه.